Salam les bnat, كنتمنى تكونوا بألف خير. J'espère que vous avez passé une belle journée. انا يلا لقيتوني جيت من الخدمة قاصة كنرتاح. جو سوي هيبر فاتيغي وخصني نوض باش ندير العشاء وقررت باش ندير شي حاجة سريعة وخفيفة حيت فريمون عيانة وبغيت نبارطاجيها معكم حيت كنت حطيت لكم ديجا اون كيستيون على شنو هما لي فيديو اللي كتبغيوني ندير لكم وبزاف منكم كانوا بغاوني باش نبقى ندير لكم وصفات اللي سهله وسريعه في التحضير وقلت علاش لا بما اني غادي نوجدها نتقاسمها معكم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. دونك الطبق اللي غادي نوجد معكم اليوم هو سباغيتي على الطريقه التركيه. هي طريقه جديده وزوينه مغايره للطريقه المعتاده. اون فيت انا اول مره غادي نجربها وقلت نتقاسم معكم هذا الفيديو ونقول لكم الراي ديالي فيها واش كتستحق التجربه او لا. اذا في المقادير كنحتاجوا الفلفل الاخضر، فلفل احمر، صوص طوماط، شويه ديال البصله مقطعه مزيان، الملحه ابزار، وسباغيتي اللي قطعتها على جوج باش ما تبقاش طويله بزاف. هادشي غادي نزيد له القليل من زيت الزيتون كما كتشوفوا وغادي نزيد تقريبا 3 ديال الكيسان ديال الماء، يعني الماء الكافي فاش غادي تطيب فيه باش ما خصهاش تجي مرقه، خصها تجي يعني واقفه مقليه مزيان. هنايا حطيتها على النار بديت كنحرك فيها باش يندمجوا العناصر مزيان. من بعد غادي نغطيها ونخليها حتى تطيب. من بعد ما طابت غادي نزيد لها صوص سويت شيلي، يمكن لكم تزيدوا نتوما لاصوص اللي بغيتو من اختياركم اولا يمكن لكم تخليوها كما هي. من بعد غادي نزيد شويه ديال الجبن الاحمر حتى هو كيزيد لها انغو زوين. وفي الاخير غادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كما كتشوفوا قدمتو على هذا الشكل في هذه المقيلات. هما كيبانوا صغيرين ولكن فريمون كيهزوا صراحه. جات لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.